أخبار اليوم. يلا بقى كده نبدأ مع بعض نقاط مهمة ونقاط مهمة جدا في القصة. ذي الموضوع الواحد عشان تبقى فاهم ده كيس اسمه كده القراءة ذي من الكتاب ذي الموضوع الواحد عشان الناس ما تلاقيش سؤالين قراءة. ده اسمه الموضوع الواحد وده اسمه القراءات المتعددة ذي الموضوعات المتعددة. يبقى ده الموضوع الواحد لكنها تختلف في التناول. تختلف في التناول بنتكلم ميت عشان الكلمات اللي انتوا بتتوه فيها تختلف في التناول حيث انها لا تقوم على الخيال وانما على سرد احداث واقعية وانما على سرد احداث واقعية بين قوسين ولأنها تعتمد على الذاكرة قد يعتمد الكاتب على ذاكرته وعلى رؤياه في سد الفراغ في سد الفراغ. يعني ايه؟ يعني انتوا عارفين طه حسين كان بيملي قصته بعد نهايه عمره فعشان كده بيملى الفراغ ازاي؟ بيملى الفراغ انه بيستحدث اشياء من واقع ايه؟ خياله. طيب بنقول السيره الذاتيه سؤال السيره الذاتيه يتلون فيها الماضي بلون الحاضر يتلون فيها الماضي بلون الحاضر. وضح ذلك. جيم لأن الاستعادة تتوقف على الحالة النفسية والمزاجية للكاتب فإذا كانت حالته النفسية سيئة فإنه لن يستعيد إلا السيء. عشان كده كنا بنلاقي طه حسين في حاجات كتيرة جدا بنقول بين قوسين الآفة التي أصابته جعلته يتذكر كذا وكذا وكذا. هو دائما متحرك هو دائما الآن هو دائما. انتوا معايا يا أستاذ فاضل؟ طيب ما دوافع المؤلفين إلى كتابة سيريم الذاتية دوافع المؤلفين إلى كتابة سيريم الذاتية نقول ليس هناك دافع محدد. طيب هو وإنما لإفادة من هم على شاكلتهم في الحياة طبعا احنا هنتكلم في الأدب عن النقطة دي واحنا قلناها قبل كده اللي هي الفرق بين الرواية التاريخية والإيه وإيه تمام والسيرة الذاتية كرواية هي كانت لها دور في الرواية هي أساس من أسس الرواية لكنها لا تعتبر إيه رواية. طيب هل خيال الكاتب كذب؟ يعني هل اللي بيلجأ إليه الكاتب ده من خياله كذب؟ طبعا إيه؟ طبعا لا. طيب لماذا لم يذكر لهذا اليوم اسما؟ لأنه كان صغير السن لا يعي. طب كيف حدد اليوم بأنه في الصباح أو في المساء؟
لا انا اجاوب بقى، انا اجاوب ليه؟ لانه اعتمد على حستين، حاسه ايه؟ السمع وحاسه. حاسه السمع ازاي؟ انه كان ينصت على اشياء او على اشياء انها ايه؟ انها حركه مستيقظه لا حركه ايه؟ يقظه، كانها في بدايه النوم او في نهايه. ماشي يا استاذ؟ طيب وحاسه اللمس الهواء الذي كان يداعب صفحات وجهه دليل على ان، ماشي يا مريم، على ان الحياه لم تكن ايه؟ او لم تكن الحر قد او الشمس قد اشتد ايه؟ حرها. طب علل تذكر، لا خلاص احنا الكلام ده كله عارفينه، علل ليه تذكر السياج؟ لانه هو العائق النفسي الذي مر به. عندما يخرج للسياج كان لديه او كان يعيش عاطفتين متناقضتين، ما هما؟ عاطفة السعادة لانه سيستمع الى حسن الشاعر، وعاطفة الحزن لان اخته. طيب هو بيقول لي دلل على حاجتين، دلل على حاجتين، واحد حرص الأخت على إنهاء متعته، وحرص الكاتب على الاستمتاع، اللي هو تكرار الثلاث كلمات تناديه فإيه؟ تشده فإيه؟ ثم بعد ذلك تحمله كإيه؟ كالسمامة. إذن هناك حرصان، حرص من الكاتب على حضور الأدب الشعبي بتاع حسن الشاعر، وحرص من البنت انها تعود به الى ما كانت عليه. الكاتب مغرم منذ نعومة اظفاره بالموازنات. علل ودلل يا مصطفى يا حجازي، علل ودلل. نقول علل لان الآفة التي اصابته جعلته دائما الحيرة بينه وبين الاخر. اما دلل عندما كانت امه تضع في عينيه السائل كان لا يشكو ولا، لانه لا يريد ان يكون شكاء. تمام ده في الحته دي، لكن لو جابها لي مطلقه ممكن اوازن بين مكانه ومكان اخيه، بين ده وبين ده اللي بنتكلم فيه. ماشي يا استاذ فاضل؟ طيب كل جمهوريه مصر العربيه كل الكتب بيتكلموا في نقطه، وولادنا هنا على شرف جمهوريه مصر العربيه بنتكلم في نقطه، كل يقول لك علل كان يحسد الارانب، لكن احنا مش هنقول كده، هنقول ما دلاله ذكر الارنب. ليه ذكر الارنب؟ لان الارنب حيوان ايه؟ فهو يقيس ضعفه قياسا بهذا الحيوان الضعيف. رحلة الأهوال والأوجال بأكثر من موقف فيه مخاوف. أول حاجة صوت أديك وديك. طب هو بيقول لك علل كانت العفاريت تتشكل بأشكال الديك كيدا له وغيظا. هل كان يخشاها؟ لا، لأنها كانت تأتيه من إيه؟ كان لا يهابها لأنها كانت تأتيه من بعيد. طب والخوف كله أشياء يتبينها، أو أشد الخوف الأول اللي هي عزيز الإيه؟ المرجل والخشب الذي يتحطم، والخوف كله الإيه؟ حركة المتصوفة. طب لو هو حب بقى يقلقنا ويقول لي من المتصوفة؟ أقول له فرقة دينية يعتمدون على الذكر الحركي، فرقة دينية يعتمدون على الذكر الحركي، يعني رايح جاي كده بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. استدل على الالتزام الديني لأسرة الصبي. كان أبوه يقوم من نومه يتوضأ ويصلي ويقرأ الإيه؟ ما الورد؟ أدعية خلف كل إيه؟ يا مازن أدعية، هو اللي في الآخر هيطنوا في الآخر. أدعية خلف كل إيه؟ صلاة. طيب اللي ممكن يجيبهن هنا إيه؟ في ده اللي هي التعليلات بس، اللي هي نقطة تعلل. لكن نهتم بالفصل الثاني جدا. إن ذاكرة الإنسان عجيبة غريبة. ما وجه الغرابة في ذاكرة الإنسان؟ أنه يستعيد أشياء كأنها حدثت بالأمس، وهناك أشياء لا يستطيع تذكرها. دللي يا أستاذة سلمى يا نايمة. نايمة بنقول إن دلل على إن الكاتب يستذكر أو يتذكر أشياء أنه تذكر السياج وسعيد وكوابس. وأرجو لما يجي لك السؤال ده تقول له حتى الأطفال الذين كان يلعب معهم ولكنه لا يتذكر، كيف تحول كل هذا إلى أبنية مرتفعة وشوارع منظمة. بيقول
دلل العدويون من أهل الدار، وسعيد ليس له استقرار. تاني، علل العدويون من أهل الدار وسعيد ليس له استقرار. العدويون من أهل الدار ليه؟ لأنه كانوا في دار، لا ده مش دار بس، دول ايه؟ لهم، يعني دي ملكية خاصة من أهل المكان. أما سعيد كان بيقيم في ايه؟ في مخيم، كان قاعد في خيمة النهاردة في البلد دي، بكرة في البلد التانية. ماشي يا أساتذة. علل لجأ الكاتب أو لجأ الصبي إلى الخيال في وصفه للقناة، لأن الآفة التي أصابته جعلته لا يدرك حقيقة وإنما يدرك إيه؟ خيالا، كان خياله إيه؟ متسع. طب دلل على ميوله الأدبية منذ نعومة أظفاره، أنه بيسمع لسعيد الأعرابي وبيتكلم لنا عنه برضه في الفصل الإيه؟ الثاني، وهو يروي أرضه بالإيه؟ بالشادوف. حالة أبوه وحالة أمه والكلام ده، اليوم المشؤوم طبعا، واليوم المشهود. أنا عندي كم يوم مشهود في القصة؟ 2، وكم يوم مشؤوم؟ 1. اليوم المشؤوم اللي هو فشل في القراءة فيه، ذاق فيه مرارة الدعاء أو مرارة الخزي والعار والحلم، وكره الإيه؟ الحياة. هل كان يستحق لقب الصبي لقب الشيخ؟ نعم. مرام، هل كان جديرا بها؟ يا مرام معايا؟ هل كان جديرا بهذا اللقب؟ لا، لأنه كان ذليل الهيئة، ليس عليه شيء من وقار الشيوخ من قريب أو من بعيد. الفصل الخامس مهم وستة جدا. الفصل الخامس مهم وستة جدا. تعال نشوف. كيف أقبل سيدنا إلى الكتاب؟ أقبل سيدنا إلى الكتاب، مش سامع. كيف خاطب الصبي في هذا اليوم؟ أنت اليوم تستحق أن تدعى، وأنا أعفيك، فقد رفعت وبيضت وشرفت وجعلت أباك. إيه ده؟ ده كل الحاجات دي اداها له، صح؟ هناك عهد، هناك عهد. ما العهد؟ أن يسمع على العريف القرآن مرة كل إيه؟ كم في الأسبوع من يوم؟ كم في القرآن من جزء؟ فإذا أردت أن تحفظ القرآن مرة، فكيف تسمع في كل يوم؟ 6 أجزاء. ما القسم الذي أقسم عليه الصبي؟ ليحفظن كل يوم 6 أجزاء. من الذي شاركه في القسم؟ طب هل نفذ ما أقسم عليه؟ لا، بل وعد. يقول لك هناك في الفقرة وعد مشروط. وعد إيه؟ مشروط. يا سارة ويا هبة، في طلب قاعدة عشان تذاكر النهاردة. هناك وعد مشروط. ما الوعد؟ لئن انتهيت من تسبيعك أن تفعل ما شئت شريطته ألا تشغل، ألا تشغل. ماذا كان رد فعل صبيان الكتاب؟ يسمعون؟ لا، يسمعون ويعجبون. مما كانوا يعجبون من حاجتين: المنظر الذي لم يروه قبل ذلك، ولأن هذا العهد لا ولم ولن يتحقق. لماذا؟ لأن سيدنا أعطاه إلى. طب خلي بالك بقى، السؤال ده خده عندك. ما نتيجة، ما نتيجة الفشل في تحقيق العهد؟ ما نتيجة الفشل في تحقيق العهد؟ أنا نسيت، ممكن تفكروني؟ مش سامع. انقطع الصبي عن الإيه؟ الكتاب. ماشي؟ عشان كده بنربط ما بين أحداث الفصل الخامس وأحداث الفصل الإيه؟ السادس. علل انقطع الصبي عن الكتاب لأن فقيها آخر كان يأتي إلى البيت. طب السؤال عشان ولادنا في الجمهورية كلهم يسمعوه، نقول ما الذي كان يفعله؟
سيدنا كان يفعل أو سيدنا الجديد أو الشيخ الجديد يفعل شيئين. واحد اثنين مش سامع كلمتين بس. واحد اثنين يقرأ. يقرأ سورة و أحس الصبي بمزية، مش عايز اسمها ميزة في اللغة العربية، أحس الصبي بمزية عن أقرانه. علل. لأنهم يذهبون إلى الكتاب والكتاب يأتي إليه. لكن السعادة لم إلا ريثما يعقبها. كيف أعقبت السعادة شقاء شنيع؟ إذ أن سيدنا صاحب الكتاب لم يتحمل انتصار الشيخ إيه؟ فتوسل بأصدقاء الشيخ، وما هي إلا أن لانت. وأمر الصبي أن يعود، أمر الصبي أن يعود إلى. كيف عاد الصبي إلى الكتاب؟ كارها مقدرا ما سيلقاه من سيده وهو يقرئ القرآن للمرة. طب وكان خايف من إيه؟ يلا نرجع لورا. لأنه أطلق لسانه في سيدنا وفي العريف إطلاقا شنيعا وأظهر من عيوبه وسيئاته ما كان يخفيه. طب ما الذي دعاه إلى ذلك وما رأيك؟ خلي بالك، ما الذي دعاه إلى ذلك وما رأيك؟ أنه قد اعتقد أن الأمر قد انبت بينه وبينه. هو أنا بقي لي إيه؟ مش سامع، بقي لي إيه؟ هروح فين بعد الشهر؟ هروح عند مين؟ وابقى اصبح ايه؟ مجاورا، مش كده؟ انا مستني ايه؟ شهر. يبقى الذي دعاه الى ذلك انه اعتقد ان الامر قد انبت وبينه وبين الكتاب فلن يعود اليه. ما رايك؟ هذا شيء سيء. هذا شيء سيء، يجب الا تطلق. امسك عليك لسانك، فاكرين؟ امسك عليك ايه؟ طيب، تعلم الصبي من اليوم شيئين: الاحتياط لفظا والتريث فكرا. حد انا بقول اهو، بقول اللي بقوله النهارده هو امتحان بكره، ولما بقول مهم جدا 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 يبقى ركز وانت مغمض. يبقى احتاط لفظا وتريث ايه؟ احتاط لفظا ازاي؟ انه كان يطلق لسانه مع الصبية، الصبيان. ماذا فعل الصبيان معه؟ ده عملوا مشكلة جامدة جدا، عارفينها ولا لا؟ كانوا ينقلون الكلام الى من؟ والى الايه؟ طب دلل على ان الصبيان كانوا فتنة. لا، انتوا عارفين نقول ايه؟ أن العريف كان يعيد عليه بعض العبارات والجمل التي كان يقولها لمن؟ لصبيان الكتاب. هل مضى الشهر؟ هل مضى الشهر؟ سافر الصبي مع أخيه إلى القاهرة. جلس الصبي يلهو ويلعب في القرية. أردوا علي؟ لا. طب كيف جلس الصبي في القرية؟ للاستعداد إلى؟ أعطاه أخوه الكتاب الأول يسمى؟ مش سامع. ماذا تعرف عن ألفيت ابن ذلك؟ كتاب من ألف؟ كتاب من ألف؟ يحتوي على قواعد النحو ليه؟ طب والآخر يسمى إيه عشان أنا ناسي؟ مجموع المتون الرحبية السراجية لامية الأفعال، مش كده؟ كيف كان وقع هذه العبارات على الصبي؟ تيه وإعجاب وفخر، لأنه لا يعلم معناها. طب علل. برغم أن الصبي لا يعلم لها معنى إلا أنه أحبها وكلف بها. يلا جاوب أنا. لأن أخاه قد حصل على المكانة بسببها. طب ياخدني لسؤال تاني، ما المكانة التي حصل عليها أخوه؟ واحد، ألم يكونوا ينتظرونه قبل مجيئه بشهر؟ ألم يكن أبوه يشرب كلامه شربا؟ ألم يكن يسرف في الوعد ليشرح لهم درسا في الفقه؟ طب عرف الفقه. هو علم العبادات والمعاملات. طب عرف التوحيد. هو علم صفات الله وأفعاله. طيب، ما اليوم المشهود؟
هو اليوم الذي انتخب فيه ايه؟ اخوه الفتى خليفة. طب علل انتخب اخوه خليفة؟ لانه حافظ القرآن وقرأ الخريدة والجوهرة والسراجية ولامية الافعال. صف بقى الحالة، اهل القرية من جهة وابوه من جهة وما الى ذلك. طيب، العلم يخضع لقانون العرض والطلب، وضح. يقول لان هنا يخضع لقانون العرض والطلب مثله مثل اي سلعة في الدنيا. فبينما العلماء، طب لو سألني السؤال في الحتة دي وبنكررها تاني عشان ولادنا، ما الفرق بين علماء الريف ومدن الاقاليم؟ أيوة، برافو، كلاهما إيه؟ واحد. الريف ومدن الأقاليم إيه؟ العلماء فيهم إيه؟ قليل، ولكن لهم مكانة، لهم تجلة، لهم عزمة. أما علماء القاهرة فكثيرون، يذهبون ويعودون، يغدون ويروحون، ولا أحد يهتم بهم إلا مين؟ طلابهم. طب علل، أطال الكاتب في الحديث عن كاتب المحكمة الشرعية نظرا لما كان بينه وبين أخيه من مشكلات مريم، فقد كان الشيخ ينتخب كل عام خليفة، فغاظه أن ينتخب الفتى دونه في هذا العام. طب بماذا كان يفخر كاتب المحكمة؟ بشيئين، واحد بأخيه قاضي الإقليم يا خالد، بأخيه قاضي الإقليم، اثنين أنه يتبع مذهب الإمام أبي حنيفة، وكان مذهب أبي حنيفة في القرية قليل. آخر فقرة في الفصل السابع، في الفصل الثامن، مهمة جدا، اللي هو اختلاف يعني أنه تلقى العلم من أكثر من جهة. آخر فقرة المهم فيه اللي هي الفلسفة الآسمة وعلة أخيه التي كانت تتمثل إليه وأواصر الحزن التي كانت تلم بها. يبقى أهم نقاط في الفصل التاسع، أهم نقاط في الفصل التاسع، المصائب لا تأتي فرادى، أدي واحد. اثنين، كانت علة أخيه تتمثل له كلها. ثلاثة، الفلسفة الآسمة لنساء الريف. ماشي يا أستاذ؟ طيب، أول خمس سطور أو خمس أسطر في الفصل العاشر، أول خمسة أسطر في الفصل العاشر ويجلس على محطة القطار. الموازنة بين رأيه ورأي أخيه في التجويد وقراءة والقراءات وتعلم القراءات. الحتة الأخيرة، مكانة الشيخ ابن عبدين في القرية. مكانة الشيخ ابن عبدين في القرية. طيب تكتبي؟ طيب، آخر حاجة في الجزء الأول، تعليلات فقط، تعليلات فقط. كله عارف ان السؤال الاخير بكره ان شاء الله بيبقى علل. كل سنه يعني هجيب السنه دي ممكن يجيب نقطتين او ثلاثه عشان يصغر الدرجه، عشان توزيع الدرجه. يبقى علل لم يكن يحكي لابيه وامي عما يحدث له في القاهره اشفاقا عليهما وخوفا. علل، ام الطفله اخذتها من مين؟ من ابيها حتى تهدئ روعه. كده الفصل الاول قصه، الجزء الاول قصه انتهى.